انا بدور عليك من زمان. انا بناشد وزاره الزراعه والطب البيطري في دبحان الشباب في سلخانه شبرا اللي هو كاسر جوز وكاسر اربعه. كلام سليم. هو ده اللي عامل ازمه في الثروه الحيوانيه. لو مسكوا المجازر بتاع شبرا والشرقاوي والمجازر والبكر بتاع بلاقص والمجازر دي كلها منعوا ذبح العوش والشابه اللي معاها سن، الخير هيكتر في الدوله. لكن عايز الدكتور اللي ماسك سلخانه شبرا يعلقهم لسانه على باب السلخانه. العجول بتطلع من بطن البهايم في اشعه بترتمي البر التاني. والله والله العظيم هو اللي عامل ده في الثروه الحيوانيه. لو مسكوا المجازر دي عدم الدكاترة اللي فيها، الخير هيكتر في الدولة. السلام عليكم. كلام سليم. منع ذبح الشابة اللي معاها سن والعوش. فانا عايز بس من الوزارة تعمل الكلام ده. اسم حضرتك يا معلم؟ محمد عباس. متواجد من وين حضرتك بقى؟ انا من اويس. احنا ناس يا باشا. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. فاحنا بسرعة النبي. شد يا معلم، شد كده، خش خش قدام، خش بسرعة النبي. اللهم صل على النبي، صل على النبي، صل. عاملة كام دي يا معلم؟ ابويا والله هناك ما اعرفش يعني بكام. بس قولوا عن الصلاة على النبي. جاي لسه يصورك ينزلك من السنة. صل على النبي. خش كده يا معلم، ورى وشك يا عم عشان رجلي شوية. ليه بقى كده؟ تنزل على النت. خش يا حبيب قلبي، خش. الصلاة على النبي حاجة فخرة. ربنا بالصلاة على النبي. عاملة كام دي يا معلم؟ دي اللي وراه؟ الصلاة على النبي. عاملة كام؟ خش يا عم. عاملة كام يا معلم؟ جاموسة دي بالصلاة على النبي. بتجيب 28 يوم. 28 اهو. 28 اهو. 40,000. صورنا من هنا. صلى على النبي. صلى على النبي. تعالى بقى. أنا بدور عليك من زمان. أنا بناشد وزارة الزراعة والطب البيطري في دبحان الشباب في سلخانة شبرا اللي هو كاسر جوز وكاسر أربعة. كلام سليم. هو ده اللي عامل أزمة في الثروة الحيوانية. لو مسكوا المجازر بتاع شبرا والشرقاوي والمجازر والبكر بتاع بلاقص والمجازر دي كلها منعوا ذبح العوش والشابة اللي معاها سن، الخير هيكتر في الدولة. لكن عايز الدكتور اللي ماسك سلخانة شبرا يعلقهم لسانه على باب السلخانة. العجول بتطلع من بطن البهايم في أشعة بترتمي البر التاني. والله والله العظيم هو اللي عامل ده في الثروة الحيوانية. لو مسكوا المجازر دي عدم الدكاترة اللي فيها، الخير هيكتر في الدولة. السلام عليكم. كلام سليم. منع ذبح الشابة اللي معاها سن والعوش. فانا عايز بس من الوزارة تعمل الكلام ده. اسم حضرتك يا معلم؟ محمد عباس. متواجد من وين حضرتك بقى؟ انا من اويس. احنا ناس يا باشا. السلام عليكم. تكرمنا يا معلم ب 60,000 جنيه؟ ان شاء الله. الصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. ب 60,000 جنيه زي ما حضرتكم شايفين. ودمك اللي وراهم ده كرندوم؟ اه. عمرنا قد ايه؟ عمري 5 ايام. يعني مولدين بالهم قد ايه يعني؟ 5 ايام. بالهم 5 ايام. ودي دي برضه اللي وراه، تكر اللي وراه. بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. الناس بتتكلم في 60,000 جنيه. بالصلاة على النبي. حارت لمستين أمك بستين ألف جنيه. بالصلاة على النبي. حاجة فخرة. لما صلى على النبي بستين ألف جنيه. بالصلاة على النبي. صلى على النبي. صلى بارك يا معلم. ودي الجلوسة الثانية. بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. والبركه يا حبيبي. الصلاه على النبي. عليك يا نبي. برضه الجاموسه الجاموسه الثانيه. بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. رقم تليفونك كام؟ صور الاسعار في داهيه والدنيا خربانه. دبدوا الارض وكرودوا وخربتوه. ها؟ 0100 0100 652 652 73 7 3 9 9 9 9. اسم حضرتك بقى؟ محمد فؤاد. محمد فؤاد. متواجد على طول في سوق بنا. بكام؟
ب 36,000. عم وراها ايه؟ ورا دكر. الصلاة على النبي. دي ابنها بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي حاجة فخرة هي بتصوبنا. ب 36,000. الصلاة على النبي. صلى على النبي صلى. اللهم صل عليك. بالصلاة على النبي. ب 36,000. بالصلاة على النبي. حاجة حلوة بالصلاة على النبي. رقم تليفونك كم يا معلم؟ 012-869-1805. اسمع حضرتك بقى. جمال ابو شهيد. صلى على النبي. صلى على النبي. من اطهر ما بتصلي. صلى على النبي. اتفرج على بالصلاة. حاجة هنا فخر. اللهم صل على النبي. عاملة كام زمان؟ مش عارف صاحبها. يعني صاحبها بما يرضي الله. انت خايف ليه؟ ايه يا عم عمك؟ خايف ليه؟ وياخد منك ده كله ب 40,000. وياخد منك ده يا عم بما يرضي الله. عاملة كام؟ انا جمال. دي سعودية مش مغادرة. سعودية عارف انها سعودية. عاملة كام؟ صاحبها مش موجود. يعني بتبيع بكام بالصلاة على النبي كده؟ بقول لك صاحبها مش موجود. صاحبها تحت قدام منك. عم ده راجل. ده الراجل ده مستثمر. الله يسرها معاك. عم صابر. سيب بقى المشاهد عند التلفزيون. سيب المشاهد يحكم هو على سعرها بقى. انا حاجه انا عجباني بصراحه قلت لازم اصورها يعني. يلا عشان تسعه ما ينفعش ان احنا نسيبها كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حاجه عجبتني فلازم اصورها. اللهم صل على النبي. حاجه من الصعيد. بص على النبي. صل على النبي. صل. ده صوت. صوت اللي طال الثاني. صوت اللي طال الثاني. صوت الممنوع يا اب. صل على النبي. عاملة كام دي يا معلم؟ عاملة كام دي يا حبيبي؟ ايه؟ عاملة كام؟ لسه والله ما عدد. لسه برضه ما عدتش عددها؟ الصلاة على النبي.